رجعنا لكم مرة تانية. خلونا نروح لقصة أحمد سعيد نصير، الشاب الجميل اللي قرر يشتري عجلة ويشتري كتب وينزل يوزعها على الناس علشان يهرب من المجتمع اللي عمال بيسرق وقتنا كلنا، واللي هو الموبايل والسوشيال ميديا. ويعني الكتب حاجة من الحاجات ياماها اللي للأسف اندثرت زي ما بيقولوا حاليا، اللي الناس مش واخده بالها منه، واحنا اولهم كمان، انه فعلا موضوع السوشيال ميديا والموبايل وان احنا عايزين يبقى عندنا فولورز وعايزين لايكس اكتر وعايزين ننتشر، ده خلانا زي كده اللي داخل في غيبوبه او زي اللي داخل متنوم مغناطيسي، فقدنا الاتصال بالطبيعه، فقدنا الاتصال بيننا وبين بعض، فقدنا الاتصال بان احنا نمسك كتاب كده في ايدينا ونقراه ونحس بمعانيه. فطبعا احنا بنحيي احمد جدا جدا. احمد كمان قرر بمساعده والده ووالدته، اللي انا احب ان اوجه لهم كل التحيه، لان دول يعني نموذج للاهل اللي يستحقوا تعظيم سلام، لان هم ساندوا ابنهم في فكرته وساعدوه ان هو يعمل صفحه ويعرض كمان صور الكتب وياخد من الناس كمان الترشيحات اللي عايزينها وينزل يشتريها من المكتبات من مصروفه، ده غير ان والدته كمان كانت بتساعده وبيروح بالعجله ويوصل الكتب دي. هنا التجربة مثالية جدا، لأن أحمد صغير في السن، يعني كان ممكن يكون بيعمل أي حاجة تافهة، قرر أنه يعتمد على نفسه، وأهله كمان ناس عندهم وعي ومثقفين ومرتفعين، يعني وعيهم مرتفع، لأن هم قرروا يساعدوه، ما يقفوش قدام رغبته وقالوا له يا عم روح ذاكر بطل تضيع وقت، لا، وقفوا معاه وسندوه. فخلونا بقى نستقبل اتصال من أحمد ونعرف منه تفاصيل أكتر عن الفكرة الجميلة دي. صباح الورد عليك يا أحمد. اهلا بيك احمد. يعني عايزين نعرف المشاهدين عليك اكتر، انت عندك كام سنه والفكره دي بقى لها قد ايه وجات لك ازاي؟ انا عندي 12 سنه والفكره ديت يعني من شهرين، جت من شهرين، بس هي بدايتها ان انا اقرا كتب او كده، مهتم بالكتب، كان من 3 سنين تحديدا. قابلت مستر هيثم مؤسس عربيه الحواديت، قابلته في معرض الكتاب يعني اختار لي مجموعه كتب، وكان منها كتاب كون نفسي، وده اتاثر فيها جدا، وبدات اتابع صفحته عن ورش الكره والكتابه اللي بيعملها وكتابه الكوميكس، وبدات احضر الورش بتاعته. طب احمد اشمعنى اخترت الكتب؟ يعني ده حبك للقرايه وحبك للكتب هم اللي خلوك تعمل كده؟ يعني قررت ان انت تعمل مشروع صغير وفي نفس الوقت حاجه عظيمه جدا انها تتعمل، لان انت بتنشر موضوع القرايه ده بشكل ما، فاشمعنى اخترت الكتب؟ لان انا المنطقه اللي انا ساكن فيها يعني مش موجود فيها كتب الاطفال، او ان حد بيهتم بالكتب قوي ويوصلها وكده. طيب احمد، بص خليني اقول لك ان يعني انا حقيقي ببقى مبسوطه جدا لما اشوف شاب صغير بيعمل عمل زي ده، وشاب صغير ما عندوش اي مشكله انه يعمل اي حاجه احمد ليها معنى بالظبط، وحاجه قيمه زي اللي انت بتعملها دي. واتمنى ان مشروعك الصغير ده يكبر جدا جدا جدا، ونستضيفك في حلقه وتبقى وصلت لحاجه كبيره قوي. احمد، ازاي بتجمع الكتب وبتختارهم على اساس ايه؟ يعني ايه نوعيه الكتب اللي بتكون حريص ان انت تختارها، وخصوصا ان انت بتخاطب اهل المنطقه اللي مش واصل لهم فكره الكتب والقراءه؟ هو انا سافرت القاهره، ومستر هيثم طبعا ساعدني وان انا اختار الكتب وكده، وجبت مجموعه كتب. يعني الكلام ده كان من قيمه اسبوع مثلا. بتختار نوعيه كتب شكلها ايه؟ يعني مثلا رحت الهيئه العامه للكتاب، دي جبت منها قصص الاطفال. وفي مكتبه برضه في القاهره اسمها عمر بوك ستور في وسط البلد، جبت منها الكتب بتاعت البلدين. طب انا عايزه اسال، انت بتوزع الكتب بناء على، يعني عايزه اعرف كده، عندي فضول، هل الناس بتطلب منك كتب معينه فانت بتروح توصلها لهم، ولا انت بتوزعها ازاي؟ يعني انت راكب العجله دلوقتي ومعاك مجموعه الكتب اللي انت اخترتها واللي الناس اختارتها، بتوزعها ازاي بقى بناء على ايه؟ هو المشروع اصلا يعني انا عملت الصفحه من زمان، بس كنت لسه مستني اعمل مسافره واجيب الكتب. هو اساسا اول ما بدات ان انا انزل عن الكتب كان تقريبا من يومين او 3 ايام، مش بقاله كتير، فلسه انا جبت مجموعه كتب، ولو حد طلب حاجه فانا بجيبها له. طيب احكي لنا يا احمد بقى عن مسانده باباك ومامتك، مين اللي كان متحمس لفكرتك اكتر، ماما ولا بابا ولا الاثنين مع بعض، وكانوا بيساعدوك ازاي؟ الاثنين مع بعض، يعني ماما كانت بتدعمني، يعني كانت بتدعمني نفسيا كده، وهي اللي كانت بتتحرك معايا وتسافر معايا، ووالدي طبعا كان بيدعمني ماديا. طب
طب احمد انا يعني قبل ما نختم معاك طيب انا عايزه احيي على فكره يا لميا يا سلمى سوري انا اسفه يا لوما هيثم لانه هيثم احنا استضفناه قبل كده في صباح الورد وكان فعلا عنده المشروع بتاع مكتبه الحواديت او وكان بيلف يعني كانت هي فكرته كده ان هو كان بياخد من وقته وبيلف بالكتب على القرى والنجوع علشان ينشر ثقافه القراءه للناس وبالمجان فبرضه نوجه له التحيه لانه هو طبعا. الملهم لاحمد يعني طب احمد انا قبل ما ننهي معاك انا عايزه وعندي فضول برضو اعرف انت حلمك ايه او نفسك تكون ايه ان شاء الله يعني بعد ما انجح ان شاء الله في المشروع دوت افتح مكتبه ضخمه عادي يعني دوت طموح يعني ان انا دي ما افتحش مكتبه ان شاء الله تفتح مكتبه ضخمه وزي ما قلت لك في اول المكالمه ان شاء الله توصل اللي انت عايزه ونستضيفك بشكل تكون وصلت فيه لحاجه اكبر من كده كمان بكتير وبرافو عليك بشكرك جدا يا احمد وخلينا نقول انه يعني ملخص هذه الفقره يا جماعه ان القارئ لا يهزم مقوله شهيره جدا عند الخواجه يقول لك readers are leaders يعني القراء هم القاده وده حقيقي مفيش اي حاجه تعوض القراءه والاطلاع مهما كنت فهلوي مهما كنت بتفهمها وهي طايره مهما مفيش حاجه هتعوض ان انت تعمل المجهود بتاع انك تجيب كتاب وتثقف نفسك وتقرا فالقراءه مهمه جدا.